اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء دروس الزبيدي على نتائج جولة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري الخارجية التي شملت السعودية والإمارات والبحرين ولقاءاته مع المسؤولين لتعزيز أوجه التعاون العسكري ودعم القوات المسلحة في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء إلى التطورات العسكرية على الساحة الوطنية والإقليمية والتهديدات الحوثية المتصاعدة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وكذا استعدادات القوات المسلحة للمساهمة بشكل فاعل في حماية خطوط الملاحة البحرية في المنطقة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما اطلع الزبيدي من الوزير الداعري على تفاصيل نزولاته الميدانية التي شملت عددا من المناطق العسكرية. وشدد اللواء الزبيدي على ضرورة أن يشمل العام التدريبي القادم برامج متخصصة ترفع من كفاءة وقدرات القادة والأفراد وتنعكس إيجابا على حالة الأمن والاستقرار. إلى ذلك قام عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بزيارة إلى محور البرح غرب محافظة تعز المتاخم للحدود مع محافظات الجنوب وخطوط التماس مع ميليشيا الحوثي. واطلع طارق صالح على عدد من مواقع القوات اليمنية وتحصيناتها الدفاعية على طول امتداد قطاع الكدحة في الوقت الذي تمارس فيه الميليشيات الحوثية انتهاكاتها على الجبهات الحدودية مع محافظات الجنوب، وآخرها ضرب مناطق آهلة بالسكان في محافظة الضالع بقذائف الهاون دون أي عمليات مضادة للقوات اليمنية من داخل مسرح العمليات العسكرية في الميدان. وفي السياق ذاته قام عضو مجلس القيادة بجولة لعدد من التجمعات السكانية في الساحل الغربي للاطلاع على المناطق التي تتعرض للقصف من قبل ميليشيا الحوثي دون أي تدخل من القوات اليمنية لردع هذه الانتهاكات الإرهابية. وعلى هامش منتدى الدوحة الدولي التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، واستعرض اللقاء تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن والجهود الإقليمية والأممية لتحقيق السلام العادل. كما ناقش الجانبان العديد من جوانب التعاون والعمل على تفعيلها، مع التأكيد على أهمية الدعم الإقليمي لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام دون أن يتطرق اللقاء إلى التهديدات الحوثية في البحر الأحمر. وفي سياق آخر، وصفت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مناقشتها مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي حول عودة توريد الإيرادات للبنك المركزي في عدن، وصفتها بالجيدة. وأشارت سفيرة بريطانيا عبر حسابها في منصة إكس إلى مناقشتها مع محافظ حضرموت الأسبوع الماضي حول أهمية إيداع جميع الإيرادات لدى البنك المركزي في عدن، وقالت إن ذلك لدعم المؤسسات الرئيسة ذات الأهمية الحيوية لضمان الاستقرار في اليمن. فيما أفادت مصادر أن السلطة المحلية بحضرموت لم تنفذ إعلانها الأخير بشأن الإيرادات حتى الآن، ولا زالت كل الإيرادات تصب في أوعية البنك المركزي بانتظام، ولا يزال هذا الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ المالي. وفي سياق منفصل، كشفت وثائق ومخاطبات رسمية عن عمليات فساد وتحايل تجاري لتمرير وإدخال شحنات أدوية تالفة ومخالفة للتخزين والمواصفات عبر ميناء عدن. ونشر مصدر صحفي وثائق تثبت قيام الهيئة العليا للأدوية بصرف شهادة إفراج عن شحنات أدوية منتهية ومخزنة داخل حاويات حديدية غير مبردة بعد ضبطها من قبل سلطات ميناء عدن. وأشار المصدر في سلسلة تدوينات مطولة تحت عنوان بين يدي النائب العام إلى أن الهيئة العليا للأدوية أصرت في واحدة من هذه المخالفات على الإفراج عن عشرات الآلاف من المضادات الحيوية التالفة بحجة أن الشركة المستوردة ستحرزها في مخازنها، مؤكداً أن الهيئة رفضت مقترحاً من سلطات الميناء بإتلاف الشحنة التي وصلت إلى ميناء عدن في حاويات حديد غير مبردة حسب قوله.
وأوضح المصدر أن كثيرا من تجار ومستوردي الأودية يتحايلون على مواصفات التخزين، لافتا بأنهم يعمدون إلى استئجار حاوية غير مبردة من بلاد المنشأ، ويدفعوا غرامة أقل بكثير لهيئة الأدوية مما سيخسره عند استئجار حاوية مبردة. وأكد أن الهيئة تستفيد من ذلك بأخذ غرامة 2 مليون ريال على كل حاوية غير مبردة دون اتخاذ أي إجراء إضافي ضد المستورد الذي يكرر دفع الغرامة مع كل شحنة على حد قوله.